بعد أعلان نتيجة الثانوية العامة، يقيم معظم المعلمين دائماً احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الثانوية العامة من طلابهم لتفوقهم، وعادة ما تكون الهدايا المقدمة لهم مالية أو قطع ذهب أو غير ذلك كنوع من تحفيز الطلاب والتخفيف عنهم بعد عام دراسي تخلله قلق وتوتر من جانبهم ومعهم أولياء أمورهم. ولكن تداول رواد السوشيال ميديا أن مدرس الجيولوجيا ماجد إمام في محافظة كفر الشيخ أقام احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب، وخاصة الطالب محمود عبد الفتاح الأول بالثانوية العامة علمي علوم لتفوقه، وأهداه سيارة يبلغ سعرها 1,000,000 جنيه تقريبا تكريما له ولتفوقه. جاء ذلك خلال احتفالية كبيرة نظمتها المدرسة لتكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، كما شهد الحفل تكريم 85 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية بينهم رابع وسادس الجمهورية، بمنحهم هدايا قيمة عبارة عن ساعات وأجهزة لابتوب تقديراً لتفوقهم. الجدير بالذكر أن المعلم أخبر جميع طلابه في بداية العام الدراسي أن الطالب الذي سيحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية سيهديه سيارة فعلياً، ووعد فأوفى. دعونا نشاهد. محمود عبد الفتاح. مفاجأة جميلة للتحفيز على النجاح. وماذا عنك عزيزي المشاهد؟ ما هي أغلى هدية حصلت عليها بعد نجاحك؟